السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا وصل يوم الاثنين عناصر المنتخب الوطني الجزائري إلى أرض الوطن في مركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة، وهذا من أجل الدخول في تربص تحضيري للدورة الودية التي ستجرى بمشاركة كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا يوم الجمعة المقبل. وأجرت عناصر المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بمركز سيدي موسى مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في أجواء رائعة وأخوية بين أعضاء الفريق. وأظهرت كاميرات الأمس عناصر المنتخب الوطني الجزائري منهم إسماعيل بن ناصر وعيسى مانديا وياسين إبراهيمي وبقية اللاعبين في صور مع إمام المسجد الذي صلى معهم أول صلاة تراويح في الجزائر. وعلق لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ومنهم الوافد الجديد رفيق قيطان قائلا: الحمد لله، أول رمضان في الجزائر، أجواء روحانية جميلة جدا مع إخوتي، أتمنى رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية، الحمد لله على نعمة الإسلام في الجزائر. وأنتم بدوركم أعزائي المشاهدين شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.